انظر من الطارق يا زرزور. إنها السيدة وديدة. مع هذا الطعام الشهي لك أن تسألي ما شئت. ماذا أفعل بالأموال التي نهباها صاحب الشرطة السابق على أنها ضرائب؟ علينا أن نعيدها إلى أصحابها. ولكن يا مولاي، هذا أمر بالغ الصعوبة. يجب أن تعود الحقوق إلى أصحابها. سوف أحاول زيارتك كلما سنحت الفرصة. شكراً له ولك على كل حال. هل من خدمة أخرى أقدمها لك يا سيد مفتاح؟ قل حضرة القاضي أن يحترس من الأفاعي المحيطة به. ما رأيك أن نسأل جدنا القاضي؟ هل يمكن للشخص الطيب أن يصبح شريراً؟ الخير والشر يا أحبتي متلازمان في الدنيا، والإنسان مخير بينهما. والطيب يختار جانب الخير دائم. بلعم، إنه هائم في صومعته طوال الوقت. نعم، لا يفكر إلا في الصلاة والعلم. ما هذا؟ كلاب تنبح وحمير تنهق وأناس تصيح. سيكون المحصول وفيرا هذا العام. ولماذا لا نغير عليهم ونأخذ شيئا من أغنامهم ومحاصيلهم؟ لسنا قطاع طرق أو من اللصوص. لقد أمرنا نبي الله موسى أن نعسكر هنا، وعلينا أن نمتثل للأوامر. ألم ينجينا الله من فرعون وجنوده وشق لنا البحر؟ بلى، كان أمرا عجيبا بحق. ما الذي يضركم في قوم يعسكرون على حدود أرضكم ولم يؤذوكم في شيء؟ سوف نكافئك بمئة رأس من الإبل. بلعام، بلعام هكذا دون سيد؟ هيا اغربوا عن وجهي. ماذا فعلتما يا أبي؟ لم نفعل شيئا يا كسبي. لم نسمع رأيك يا سيد بلعام، يا عالمنا العظيم. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وماذا جرى للمؤمنين من أتباع سيدنا موسى عليه السلام؟ جرت أشياء كثيرة، أحكيها لكم في الغد إن شاء الله.